موجز من كاب 24، أهلا بكم. انتهت رحلة لبؤة الأطلس في نهائية كأس العالم للسيدات 2023 المنظمة في أستراليا ونيوزيلندا بعد عدم تمكنهم من التأهل لدور الربع في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الفرنسي في الدور الثاني من المونديال. وانهزمت لبؤات الأطلس في مباراتهن أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. تواصل المنح التراجعي لحقينة سدود المغربية مؤكدا تفاقم أزمة المياه بالبلاد، وتشكل موجات الحرارة المتوالية ضغطا إضافيا على المخزون المائي بسبب ارتفاع نسبة التبخر التي تمثل أحد العوامل الرئيسية في التهاوي السريع لحقينة عدد من السدود. وزارة التجهيز والماء أعلنت اليوم الثلاثاء عن أرقام تبين حجم التراجع المتنامي لحقينة السدود، إذ تشكل الحرارة المفرطة التي تشهدها العديد من مناطق المملكة عاملا إضافيا يرفع من نسبة فقد المغرب لموارده المائية. وتقول الأرقام إن نسبة ملء السدود بلغت 28.6% في الوقت الذي كانت تقدر فيه ب 29.1% قبل أسبوع فقط. أعلنت جمعية رابطة قضاة المغرب عن رفضها المطلق لأي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطات القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح. خروج الرابطة يأتي ردا على بلاغ صادر عن مندوبية العامة لإدارة السجون الموجه للرأي العام بتاريخ 7 أغسطس الجاري، والذي حملت من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ وتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال. تمكنت عناصر وشرطة القضية في كل من الدار البيضاء وطنجة على ضوء أبحاث ومعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء أمس الاثنين من توقيف المشبه فيها الرئيسي المتورط في دهس سيدة بشكل عمدي بواسطة سيارة، مما تسبب في وفاتها. مصدر أمني أفاد بأنه حسب المعطيات الأولية للبحث فقد عاينت منطقة أمن أنفا بالدار البيضاء في الساعات الأولى من يوم السبت المنصرم جثة فتاة تبلغ من العمر 27 سنة بعدما دهستها بشكل عمدي سيارة مشولة ولاذ سائقها بالفرار، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد مكنت إجراءات البحث المنجزة عن تشخيص هوية الفتاة الضحية وتحديد نوعية السيارة المتسببة في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي قبل أن يتم إلقاء القبض على المشبه فيه بمدينة طنجة في عملية أمنية مشتركة. تم وضع 5 من ضباط الشرطة من وحدة المداهمات، وهي وحدة للنخبة بالشرطة الوطنية الفرنسية، في مارسيليا اليوم الثلاثاء قيد الحراسة النظرية على خلفية وفاة شاب يبلغ من العمر 27 سنة خلال عملية شغب التي هزت فرنسا في نهاية يونيو. وأكد مكتب المدعي العام لمدينة مارسيليا أنه تم استدعاء ضباط الشرطة 5 بالإضافة إلى حوالي 20 من زملائهم للمثول أمام المحققين المكلفين بملف مقتل شاب على هامش أعمال الشغب في مارسيليا ليلة الفتح والثاني من يوليوز الماضي. وتم العثور على محمد بندريس ملقى أمام منزل والدته بعد أن شعر بتوعك على مقود دراجته البخارية، وتم إعلان وفاته في المستشفى حيث لاحظ الطبيب وجود جرح على صدره، وهو الجرح الذي قد يكون نتيجة تسديدات من قاذفة كرة دفاعية وفقا للصحافة الفرنسية. نهاية الموجز.